اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أم. أكلة أم النهاردة بقدوم الشتاء والأكلات الشتوية والأكلات اللي بيحبها الشتاء، هنعمل النهاردة حلة محشي كرنب. لما الست الكل تعمل حلة محشي كرنب للأسرة والجوزة وأولادها، دي رسالة حب، لأنها بتاخد مجهود كبير وشغل كبير قوي. ما نستسلش الموضوع في التكلفة المالية، لا، إن احنا نقعد ونقطع كرنب ونسلقه ونعمل الخلطة ونحشيه فيها مجهود. فالأكلة اللي بتاخد مجهود دي رسالة حب للأسرة كلها، سواء رب الأسرة سواء الضيوف. معانا النهارده محشي الكرنب بالايه يا عم الشيف؟ بالبفتيك، يعني كمان نقدر نعمله بالكوارع، بلحمة الراس، بأي لحمة احنا حبينا، ولكن معايا النهارده حتة بفتيك حلوة، فازاي نعمل حلة محشي كرنب بالبفتيك. معانا النهارده الحواوشي. احنا المصريين لما بنحب حاجة حلوة بتجود فيها ونبدأ نبدع فيها. إذا الجبدة اسكندراني نعملها سندوتشات، نعملها فتة، الشاورما نعملها فتة، نعملها سندوتشات وهكذا. عندنا النهارده السجق، هنعمله حواوشي لان رغيف الحواوشي مشهورين بيه احنا المصريين. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بالسجق الضاني الجميل الحلو البلدي، ونشوف ايه التركيبه بتاعه الشيف المغازي تبقى اللحمه جوه مستويه. نحط له جبنه ما نحطلوش جبنه، ده اختياري. معانا الشتاء والشوربه الجميله، شوربه الجزر. طبعا الجزر مفيد جدا، فيتامين سي وقيمته الغذائيه عاليه جدا والالياف بتاعته. معانا ازاي نعمله بطريقه سريعه وبسيطه بالكريمه اللباني. اعتقد ان الوجبه دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا بتناسب الاطفال. في تفاصيل كتيره في الحلقه، وعند النهارده حله كرنب. سيبوني بقى لان في شغل كتير في الحلقه النهارده. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نشوف ايه المفاجآت. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بجد رسالة حب من كل أم بتتابعنا لما تعمل حلة محشي كرنب، حلة محشي ورق عنب، الحاجات اللي بتاخد وقت. سيبنا من الديك الرومي، الديك الرومي مكلف، لا تعالي على حاجة بسيطة في القيمة المالية. حلة محشي كرنب، كرنباية، معانا لحم بوفتيك النهاردة، ومعانا الخضرة بتاعت المحشي اللي الشيف المغازي بيطلق عليها الثلاثي المرح، زي ثلاثي أضواء المسرح كده رحمة الله عليهم. معانا كزبرة وبقدونس وشبت، أنا مسميهم الثلاثي المرح للمطبخ المصري. حلة المحشي ما تبقاش حلة محشي إلا بالكزبرة والشبت والبقدونس، التلاتة دول، ولكن بنسب. الشبت أقلهم نسبة لأنه حرامي شوية فبيخطف الطعم. والمقادير على الشاشة تصورها بتليفونك، تسمعها مني، تكتبيها حسب الرغبة. تعالوا نبدأ نشتغل على طول في الإيه؟ في موضوع حلة محشي كرنب. أول حاجة باخد البفتيك بتاعنا الحلو ده كده أتبله. دي شرايح من اللحمة فيها نسبة دهون شوية من 20 لـ30%. عندك موزة حلوة تستخدمها مفيش مشكلة، عندك عكاوي تبقى أحلى مني بمليون مرة مثلا، لحمة راس، كوارع، زي ما انت حابة. نشيل الدم ده كده بعيد ونمسك البفتيك ده نتبله بشوية توم حلوين، بصلاية ناعمة، بهاراتنا وشوية ملح حلوين كده. حتة اللحمة الطازة ما بنستخدمش فيها توابل كتيرة يا عم الشيف، علشان كل ما كان اللحم طازة وكل ما كانت اللحمة حلوة قليلي من التوابل بتاعتك، تعرفي الجنسية بتاعتها ايه، ضاني، كندوز، بلدي، مش بلدي وهكذا. لأن الشاورما احنا عارفين لما تتحط على السيخ بناكل طعم الطحينة مع الطماطم مع البقدونس. يعني الخبير قوي في المطبخ اللي يعرفها اذا كانت لحمه ضاني ولا لحمه مستورده ولا لحمه بلدي وهكذا، لان التوابل هنا بتضيع جنسيه اللحمه. حلو الكلام. طبعا انا تبلت حته البفتيك بتاعتها اهي زي الفل. معايا طاسه شديده الحراره على النار. التركيبه بتاعت المغازي بتقول ايه بقى والمدرسه؟ مكان تحمير البفتيك في قلب الطاسه هنعمل خلطه المحشي. الله عليك يا شيخ، الله على مزاجك الرايق. مكان تاني، مكان تحمير البفتيك في قلب الطاسة هنعمل خلطة المحشي اللي هي من الرز والخضرة بتاعتنا والطماطم ودبس الرمان والبهارات الجميلة الحلوة. هناخد البفتيك ده كده في قلب الطاسة، نديله صدمة نارية، نحضره عشان معانا حلة هنبدأ نرص فيها شوية محشي حلوين قوي. على فكرة
عشان اعمل في الحلقه بتاعتي حله محشي ابقى كذاب. احنا معانا طبعا مساعدين شطار لفين الكرنب جاهز، ولكن معانا الكرنب قبل ما نسلقه وبعد ما سلقناه وبعد ما قطعناه وحضرناه، وهنعمل مع بعض الحشوه ونحشي واحد واثنين وثلاثه واربعه مع بعض، ونعلمكم ازاي نعمل حله محشي كرنب. ولكن نحط في الاعتبار، كتير بيسالوا على السوشيال ميديا لغايه دلوقتي الكرنب بيفك مني لما بعمله بيكون ناشف وهكذا، اعمل ايه علشان ده ما يفكش مني؟ البفتيك على النار، انا مركز في الطاسه اللي بتجيب الخلاصه علشان هعمل خلطه المحشي مكان تحمير البفتيك. هلاقي احسن من كده الطعم ومكان تحمير اللحمه، في الجوس وفي الطعم شفت اللون اللحمه اتغير ازاي؟ لازم حته اللحمه تنزل على طاسه سخنه، خلي بالك طاسه سخنه عشان الدم يبقى فيها. هتحطيها على طاسه بارده تشوي برجر، على طاسه بارده تشوي لحمه، على طاسه بارده تشوي حته ستيك، على طاسه بارده الجوس بتاعها هينشف اللي هي الميه بتاعتها ومش هيبقى لها طعم. حته اللحمه باللون ده كده زي الفل. نشيل الكرنب اللي عامل لنا زحمه ده من هنا، هنخليه هنا كده عشان نبقوا فاكرين ان احنا بنعمل كرنب. وناخد فصوص التوم نحطها هنا، ده توم سليم ياخد برضو كده تشويحه على النار. انا بحب التوم السليم في ارضيه الحله بتاعت محشي الكرنب، محشي ورق عنب. بعد التوم ده ما بيستوي بالبهريز بتاع المحشي او بهريز اللحمه بيبقى طعمه حلو قوي، كاني باكل فستق سوري لوز، لانه كمان شبه حبه اللوز على فكره المتقشره. اروق مطبخي كده اول باول عشان الصوره الحلوه. مكعب من الزبده لحته اللحمه الحلوه بغذيها انا، لان هي ده السر في الايه في الموضوع. زي الفل. نبدا نجهز الحشوه بتاعه المحشي، رز بصل ثوم، خضره بتاعتي مفرومه وجاهزه، معايا عود شبت حلو كده، معايا شبت مفروم حلو قوي. تمام، تعالوا نجهز طازه كده زي ديت طبق. اللهم صل على النبي، هو ده. ناخد اللحمه نحطها كده في الطبق ده. انا عايز بس اسهل لك ازاي تعملي حله محشي كرنب بفكر تاني وبطعم تاني. طبعا انت لما تعمليه احسن مني، لانك انت اللي هتتعبي في الاخر وده مجهود منك. دي حته اللحمه تقريبا خلاص على وشك ان هي تستوي بالشكل ده كده. مكان تحمير اللحمه فيه توم اهوت، اخد التوم ده يا عم الشيف برضو عشان عايز اعمل خلطه المحشي. دي التركايه بقى. التوم ده كده هاخده اخليه على جنب. حلو قوي، نرجع الطاسه تاني للنار. حلو قوي، هي دي المدرسه. نحط في الطاسه دي يا عم الشيف ايه بقى؟ معلقه صلصه طماطم. حلو قوي، فص توم محترم من الني. ونقلب كده. شويه الرز الحلوين بتوعنا اللي احنا هنحشيهم للكرنب. شفت المدرسه؟ ما جبتش بقى بطايه وخدتها وسلقتها، ما جبتش كيلو لحمه ضاني سلقته، لا خالص. ادي الرز، تسبيكه، خضره بتاعتي، كزبره، بقدونس، شبت. ونقلل من الشبت الحرام اللي بيخطف الطعم. شويه كزبره كمان، ونقلب كده. نجود ونحط شويه دبس رمان على ظهر المعلقه كده عشان نعرف الكميه، ونخلي شويه للحواوشي. خلي بالك انت حاطه توابل هنا على البفتيك وحاطه ملح. يعني مكان الطاسه فيه توابل وبهارات، فتعملي كنترول في الملح هنا، ما تنسيش. ما تسرحيش عشان ما يطلعش المحشي معاكي مالح وتقولي الشيف المغازي علمني كده. انا بريء من الاتهام ده. في ملح حاطينه على البفتيك، في توابل حاطينها على البفتيك. شفت شويه الرز بيتكلموا مصر ازاي في قلب الطاسه؟ عملت ايه يا شيف تاني عشان اللي ما خدش باله واللي جاي متاخر؟ احنا برنامجنا الساعه 1 على القناه الاولى والفضائيه المصريه. مكان تحمير البفتيك في الطاسه، شلت البفتيك وحطيته في طبق جانبي.
خدت مكان التحمير حطيت البصله والتومه والرز المصري بتاعنا الجميل المغسول مسبقا ومنقوع، وحطيت الخضره بتاعه المحشي الثلاثي المرح مع دبس رمان مع توابل بسيطه وملح بسيط. الله عليك يا عم الشيف، اصبحت الخلطه هنا جاهزه والرز ده نشيله من هنا. ايه السرعه دي يا شيف؟ هل مطلوب منك يا امي يا اختي يا خالتي يا عمتي تبقى في المطبخ بتاعك كده؟ لا خالص، انت معكيش مخرج ولا معاكي حد مستعجلك ولا الدقايق بتعد عليكي، دي مملكتك وانت حره فيها. جيبوا لنا الحشوه دي يا رجاله، فرسان التلفزيون المصري، الحشوه اللي بتتكلم مصري دي. ايه السرعه دي يا شيف؟ ده انت وفرت عليا بطايه. حلو قوي والله، شويه الخلطه دول بيتكلموا مصري كده زي الفل. نجيب الحله اللي احنا هنعمل فيها المحشي ببساطه شديده خالص. اللهم صل على النبي. حله، ولازم الحله دي يا ست الكل يكون عندك طبق على قدها لان احنا هنقلبها فيه، فقبل ما تجيب الحله ترتب الطبق عشان ما تخبطيش على الجيران وتقولي لها اديني طبق اغرف فيه حله المحشي. خلي بالك داري على شمعتك. حلو الكلام. هناخد معانا البفتيك بتاعنا، ومعانا بصلايه حلوه، طماطمايه حلوه، ونعمل كده ايه رصه حلوه بسكينه، شرايح من البصل اختياري، ممكن تحط بطاطس وممكن ما تحطيش، بس الكرنب مش بيحب البطاطس. ورق العنب اللي يحب البطاطس. وخاصة لو يالنجي اللي هو بالزيت بتاع اخواننا الشوام. ادي البصل هنا، مدرسة المغازي بتقول نسيب البصل في طاسة من غير مادة دهنية عشان اخد الكرملة بتاعته والتيست بتاعه. فصوص التوم، مش مطلوب منك السرعة دي في المطبخ عشان ما يحصلش احداث وتقول الشيف المغازي علمنا كده خالص. اقطع الطماطم بالشكل ده كده، طبعا انا مطمئن لان معايا محشي ملفوف جاهز، انا هعمل واحد واتنين بس كده مع حضراتكم، انما بقيه الحله ملفوفه وجاهزه. اخد مكعب زبده كده، حلو، تبدا البصلايه تعيش مع طعم الزبده، ارص اللحمه والطماطم عينيا، اديني فرصه بس كل حاجه هجاوبك عليها. ايه السؤال تاني معلش؟ هو ده انا عايز. السؤال حلو جدا يا فاروق، انا عايز الكرمله بتاعه البصل وريحه البصل تطلع في الطبخه بتاعتي، فدرجه تحمير البصل بيتوقف على طعمها، سواء بعملها شكشوكه، سواء بعملها مع طشه، سواء بعملها مع ملوخيه وهكذا. فانا بسيب البصل هسه من غير اي ماده دهنيه علشان اخد الطعم بتاعه. شفت ازاي الرصه الحلوه دي كده؟ ناخد السائل بتاعنا ده كده نحطه هنا. الجوس اللي نزل من اللحمه. زي الفل، نبدا نلفه مع بعض. عندنا الكرنب تلات حاجات. كرنبايه سليمه نشتريها ازاي يا شيف؟ تشتري الكرنبايه الخفيفه، هتلاقيها مورقه وزي الفل ومش مكتومه. الكرنب قبل ما تسلقيه في الميه يا ست الكل يا امي يا خالتي يا عمتي لكل الساده المشاهدين، بتفرقيه وتحطيه في ميه من الحنفيه عشان في ماده رمليه هنا واتربه نتيجه طبعا الكرنب ده من الورقيات والدرنيات اللي هي بتلم بعد ما تتفتح عامله زي الورده، فلازم يتغسل بميه ساقعه عشان نتخلص من الاتربه اللي موجوده. حلو الكلام. معانا الكرنب ده كده، ويتسلق في ميه بليمون بملح بكمون، ميه وليمون وملح وكمون. ليه كمون؟ عشان اللي عنده مشاكل مع الكولون الكمون بيخلصنا من مشاكل الانتفاخ. نيجي لموضوع الكرنب بعد ما اتسلق، اهو اللي بيسال الف كرنب ازاي. حبايه الكرنب او ورقه الكرنب بعد ما اتسلقت، بتتكلم مصري. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ شفت ازاي؟ خليه زي ما هو كده. الله يرحمك ياما، كانت عروق الكرنب ده تعمله مخلل، طعم بقي لغايه دلوقتي مش لاقيه حد يدلنا عليه. عروق الكرنب دي تشال كده، شطه، وكانت تحط توم وتحطه ببرطمان كده، ونقعد ناكل منه طول لغايه لما تعمل حله محشي تاني. راس الكرنبايه كانت تشيلها لابويا الله يرحمه،
راس الكرومبايا كانت تخليها تقول لك دي لوالدك يا واد. ليه؟ لانها بيبقى طعمها مسكر حلو طالعه من ارض مصريه. والله العظيم راس حبات الكرومبا كانها عسل لما تقشرها كده وتاكلها زي الفل. نعم يا ست الكل. حلو، معانا الكرومبي بعد ما قطعناه بالشكل ده كده اهو. ناخد الورقيه السليمه دي كده زي الفل، نشيل الخلطه دي كده على جنب. نعم يا ست الكل. حاضر يا فندم. ناخد الكرومبي ده كده اهو، يتقطع كده. التقطيعه بقى بتاعتك، عايزه صباع كبير صباع صغير زي ما انت عايزه اهو. نيجي بقى للف الكرومب. يتلف ازاي يا عم الشيف؟ هو ده الكلام، وهي دي بقى الوقفه. انا عايز الكرومب ده ما يفكش مني في قلب الحله، ويبقى الصباع صباع كده في قلب الحله واخد شخصيته زي اللي ملفوف معايا ده كده اهو. انا هجيب ده كده هنا عشان مطلوب ان انا اطلع فاصل بعد ما الف شويه. تسيبوني انا الف الكرومب، بس هنلف واحده واثنين وثلاثه مع بعض اهو. حلو الكلام، حلو الكلام. ايه اللي في النار؟ البصل واللحمه كل ده مع بعض. اقوم اشيلها من النار كده واخليها على جنب اهو. طيب اخد الكرومبايه كده اهي. هنا مخرجنا الجميل والاساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. في ناحيه في الكرومب ناعمه وناحيه خشنه، في ناحيه باين فيها العروق وناحيه تلاقيها ناعمه كده بتلمع. حبات الكرومب تتحط ازاي؟ تتحط على الناحيه الناعمه كده على البلانش اهو. خلي عروق الكرومب اهي تبقى هي اللي فوق اهو. بص عليها كويس اهو اهو اهو. الامهات اللي قاعدين بيشوفوني يقولوا الكلام ده صح ولا غلط، مش هنكلفنا حاجه اتصال اهو. ونلف مع بعض كده اهو. الله، وانت بتلف حبايه الكرومب هقول لك على سر خطير، ما تضغطيش عليها جامد، سيبي مساحه لحبايه الرز تفرد عضلاتها، لان الرز بيستوي فبيحتاج لانك انت ما تضغطيش على حبايه الكرومب. دي سر من اسرار عمل محشي الكرومب اهو، ما تضغطيش عليها جامد، دي لها فرصه اهو. تاني اهو، دي ايه؟ ناعمه؟ ناعمه اهي اهو. حلو، نبدا نرص في الحله. تمام كده زي الفل اهو. يلا مع بعض، اللهم صل على النبي اهو. سيبوني يا شباب ارسم لوحه فنيه، لوحه ابداعيه من ارض بلدي. اذا كان الكرومب الجميل او البصل او الرز، دي مكونات حله، رساله حب من كل ام، من كل حما، من كل ست الكل لاسرتها الحلوه وضيوفها، ان هي تعبت وعملت محشي كرومب في ايام الشتاء اللي بيحب المحاشي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأجدع حلة كرومب، رسالة حب. وما زلت هقول، وكل ما تشوفونا على الشاشة أقول، حلة محشي كرومب، حلة محشي ورق عنب، دي أحلى رسالة حب لكل أسرة، إذا كان من ربة الأسرة الأم، أو من الحما، أو من الأم طبعا لأولادها وجوزها. طيب الكرومب إحنا لفناه وحطينا طبعا بالرصة الجميلة، لوحة فنية إبداعية الأساسي فيها خير بلدنا، إذا كان الرز المصري ولا الكرومب. تيجي بقى تخترعي والفلاسفة يقول لك نعمله بالرز البسمتي. لا، حلو عشان نبقى واضحين بس في الصورة، يتعمل بدل الرز برغر؟ لا، لازم رز مصري. حلو الكلام. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ عندك كرومب باقي، أعمل إيه بقى؟ ليك الاختيار، يا إما تحطيه على الوش كده، والأمهات اللي بيتابعوني طبعا أشطر مني في القصة دي، وبعد كده نشيل الورق ده نقطعه ونعمله سلطة تبقى لطيفة مع زيت الزيتون يوم تاني. طريقة تانية، العروق اهي 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 اللي كانت أمي تعملها مخلل مع الشطة اهي، بحطها هنا اهو عشان تعلي الحلة وتخليها شبه الهرم كده كبيرة. حلو اهو. يا إما تشيلي الورق ده في طبق فوم أو كيس بلاستيك يتحفظ في الفريزر ده يا شباب، تخليه في الديب فريزر عندك، تلفي ويوم تاني ورق عنب زي ما انت عايزه، تعشيه لحمه بقى زي ما انت حابه، ده موجود عندك تخزنيه مفيش اي مشكله. الاختيار ليك اه، ده الورق ده يتشال طالما جاهز عندك او لفيت الحله وده باقي، تخزنيه عادي تستخدميه في يوم تاني اه، بس انا هحطه على وش الحله كده عشان يعلي الحله معايا وافرح بيها واصورها معاه واتصور معاه، يا اما اعمله سلطه. حلو قوي. نبدا نحط السوائل بتاعتنا. ايه الشوربه؟
ما عنديش لا شوربه فراخ ولا لحمه ولا عايز. كالعاده معايا كل يوم بوكيه جرنيه جزر كرفس بصله في النار، حلو قوي. باخد السائل ده او الشوربه الحلوه، عندك شوربه لحمه هتبقى احسن مني زي ما انت عايزه. يا ويلي. طبعا لو سبت الحله كده زي ما هي الكرنب ده لما يستوي هتلاقيه كبسه في الاخر، هتلاقيه معجن وورق الكرنب طلع والرز طلع بره وبقى شكلنا ايه وحش قوي. على فكره نقوم نعمل ايه يا شيف؟ نعمل بقى ايه حركه جدتي وتعليم جدتي وتعليم امهاتنا اللي بتورث لاجيال ثم اجيال ثم اجيال. طبق يتحط على وش الحله. زمان شغال. حلو الكلام زي ما احنا حاطين كده. ونعمل ايه فوق الطبق ده يا عم الشيف؟ نحط طاسه. ونحط في الطاسه دي ميه تقال، يعني ممكن احنا نوفر على نفسنا كل ده ونحط ده. يلا عشان ما حدش يقول لي حطيت ده. زي الفل. تمام، نسيب ده على النار. ايه الحاله؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ انا مش عاجبني الصوره دي. اقوم انا اجملها. اجملها ازاي يا شيف مغازي؟ طبعا مطلوب منك تعمل الشغل ده كده. معايا نعناع بحط في الميه دي كده عشان لما تشوف الصوره حلوه تلاقوها على الشاشه، وازود دي ميه كده. شفتي؟ كانت كده ولا لا؟ جيب ده. بص يا فاروق، جيب لي الصوره قبل وبعد كده تفرق طبعا. حلو الكلام ده، مطلوب منك برضه بتعمل الجو ده. حلو الكلام، تعالوا مع بعض نعمل رغيف حواوشي بالسجق البلدي، سجق ضاني. ازاي نعمله مع بعض؟ رغيف حواوشي بالسجق الضاني. المقادير على الشاشه. معانا سجق، معانا بصله ناعمه، تومه ناعمه، شويه بقدونس حلوين، ومعانا كمان عيش انواع، عيش شامي، عيش بلدي، عيش برده، وهكذا. انواع العيش اهي. دي مقادير الحواوشي بتاعنا الجميل. حلو قوي. ومعانا السجق اهوت يا شباب، ومعانا دبس الرمان، ومعانا التومه وبصلايه. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي، وايه التركايه بتاعت المغازي في عمل حواوشي ضاني في عيش بلدي او عيش شامي، الاختيار ليكي، او تعملي عجينه عادي زي اخواننا في اسكندريه. حلو، وتروقي مطبخك كده اول باول، لانك انت عامله حله محشي لوحه فنيه تقدري تتصوري معاها وهي موجوده على الشاشه دلوقتي. اللي هيفتح التلفزيون دلوقتي القناه الاولى والفضائيه المصريه هيقول لك الشيف المغازي بيعمل ايه، حاطط ايه على النار. عايزين نفهم حاطط ايه يا شيف؟ في تحت كنز، في تحت لوحه فنيه من الكرنب والرز المصري وحشوه مصريه بتتكلم مصري. تحت من الارضيه فيها بوفتيك لحمه، حلو الكلام، كندوز. وحطيت طبق، وحطيت فوق الطبق ده تقال، ممكن تحط علبه فول، علبه فاصوليا زي ما انت عايزه. فانا طبعا بعمل صوره حلوه على الشاشه، حطيت دورق فيه ميه وفي نعناع وفي طماطم، ممكن تحطي ليمون تبقى احسن مني. حلو الكلام. نبدا نشتغل في الحواوشي واحنا شغالين مع بعض. طاسة على النار. حلو الكلام. انا بقى من الناس اللي بيحبوا ياكلوا الحواوشي ما شمش ريحه البصلايه في الحواوشي خالص للامانه. ما اعمل ايه؟ معلقه زيت صغيره، بحب احمر البصلايه تاخد لون شويه قبل ما احطها في الخلطه، سواء بعمله باللحمه، سواء بعمله بالسجق، سواء بعمله بالفراخ، زي ما انت عايزه. معلقه سمنه حلوه كده وشوية زيت زيتون، وحمر البصلايه في السمنه دي عشان تنزل على السجق بعد كده. وادي البصلايه بتاعتنا الحلوه. على ما نقطع السجق ده بالسكينه ناعم شويه، بلاش نفرمه ناعم عشان ما يقلبش على لحمه مفرومه. البصل ده كفايه قوي، واسيبه على النار كده يتحمر. ايه فكره تحمير البصلايه للسجق للحواوشي يا شيف؟ هتعرفي في الطعم. انا من الناس اللي بيفتح الرغيف الحواوشي بعض المطاعم ويقربوا له كده يشم صنان البصل في قلب الرغيف الحواوشي، بسيبه واقوم. فانا تحمير البصلايه بالشكل ده كده في سمنه بلدي او في زبده او في زيت، وتبقى تاخد اللون البراون الجميل الحلو البرونزي او الذهبي، وتحطيها على لحمه مفرومه او سجق، بالتاكيد دي مدرسه المغازي. هناخد طبعا السجق ده كده بسكينه حاميه زي سكينه الجزارين كده، وناخد السجق ده يا عم الشيف. ايه الحلاوه دي؟ شكرا يا عم الجزار. بيدينا سجق وصايه. نحطه كده ونقطعه بالسكينه
اللهم صل على النبي. والسكينه تكون حاميه. ليه يا عم الشيف؟ علشان ما يتهريش منك. يبقى بالشكل ده كده. تحت ايدك كده بالراحه من غير ما تعوري ايدك. طبعا بنحضر له بصلايه على النار في سمنه بتتحمر. ومعانا فص توم هينزل دلوقتي. وقرن فلفل حار سبايسي. عايزه تحط شطه سوداني مفيش مشكله. شطه اسوان مفيش مشكله، زي ما انت عايزه. التقطيعه دي مهمه جدا. وعندك العيش بقى كميه، وتعملي حواوشي كتير، تخبطي على الجار، لان احنا الحمد لله متورثين من الاجيال، احنا المصريين نخبط على الجيران. ماما بتسلم عليكي ودوق الحواوشي ده عاملاه بالسجق. تاني يوم تلاقي الباب بيخبط تاني، رجع الطبق فيه شويه ملوخيه، رجع الطبق فيه شويه مهلبيه، رجع الطبق فيه رز بلبن، رجع الطبق فيه ام علي، الحاجات اللي بنهادي بيها ديت. ادي السجق اتقطع زي الفل، بشيله كده من هنا. عايز قرن فلفل حار. عايزها سبايسي اكيد، احنا كلنا عارفين الحواوشي بيبقى سبايسي. في قلب الطاسه نعلي النار كده. طعم البصلايه يا اخوانا لما بتحمر بيبقى طعمها حاجه تانية بجد، خاصه البصل الاحمر بتاعنا ده كده. شفت؟ وابدا احط البهارات هنا اللي انا عايزها. ايه يا بهارات الحواوشي؟ شويه كمون حلوين، الله، شويه بابريكا، والله جاي على بالك تحط كركم حلو مفيش مشكله. فلفل اسود ده اساسي طبعا. كنترول على الملح. كل دول على البصلايه. حلو قوي. شويه زعتر حلوين، كل ده على البصلايه. حلو قوي. شويه بقدونس حلوين، كل دول على البصلايه. لسه اصبر على رزقك شويه. دبس الرمان، كل ده على البصلايه. حلوه. ونقلب دول كلهم مع بعض. السر هنا في الطاسه. ناخد الخليط ده كله يا عم الشيف، السمنه مع البصله اتحمرت مع البهارات مع البقدونس مع دبس الرمان، ونسيبهم على النار كده يتسبكوا شويه. خلي بالك، ونجيب بوله صغيره كده عشان نحط خلطه الحواوشي فيها، ونبدا بقى نجيب العيش ونبدا نحشي العيش بتاعنا عشان الحبايب كلها تاكل. ناخد اللحم المفروم ده كده او السجق ده كده اهو. حلو قوي. لا انا مش هحط طماطم، لان السجق بيبقى فيه دخله برضو ايه لونه احمر كده، البعض بيحط فيه معلقه ايه صوص طماطم او معجون طماطم، فانا ما بحبش معجون الطماطم جوه الحواوشي. هكتفي بس ده بكده. شيل ده من هنا. اللهم صل على النبي. وننضف كده اول باول، عشان معايا الكاونتر عايز املاه حواوشي النهارده. الجيران والحبايب والكنترول والشيف، بعد ما نخلص كوبايتين شاي بالنعناع والف هنا وشفا اهو. نرجع للسر، هي ده السر في الليله دي كلها. خلي بالكم اخوانا الاساتذه المصورين حبايبي، جيبوا لي الموضوع ده، عشان هي هنا الحدوته، هنا الحكايه. في قلب الطاسه اهو بصلايا اتحمرت في سمنه وزيت. حطينا عليها دبس الرمان والتوابل والبهارات، بابريكا، كمون، كزبره، نعناع يابس، زعتر زي ما انت عايزه، وشويه بقدونس حلوين، ونسيبها على النار تغلي كده. ركزي معايا، وادي الخلطه بتاعتي اللي هو السجق. ممكن السجق ده لحمه مفرومه، ممكن السجق ده فراخ مفرومه، صدور فراخ، خلي بالك. ناخد كل ده يا عم الشيف. يلا يلا الصوره الحلوه، الصوره الابداعيه. هو ده، حلو الكلام. ونقلب كل ده يا عم الشيف. الله، اعملي انت بقى رغيف حواوشي بالطريقه دي كده، وهنروح من بعد فين؟ في السوشيال ميديا، لغه التواصل الاجتماعي، الكلمه الحلوه بتدينا طاقه. نعم يا غالي. قول لي اخدها واجري. العيش اهو، حاضر عينيا. حبيب هارتي. شفتي ده السجق؟ بالراحه كده بحنيه. خلي كل العالم يشوف فكره عمل السجق حواوشي على طريقه المغازي. حمر البصلايه الناعمه الجميله مع شويه ثوم في سمنه بلدي او زبده، مع معلقه زيت صغيره، وحطينا التوابل والبهارات مع قليل من دبس الرمان، سيبناهم على النار يغلوا يتسبكوا من غير صوص طماطم ولا حاجه.
نزلنا بالقرن الفلفل الحار او بالشطه الاسواني الجميله بتوع اسوان اللي بحبهم، وكل ده مع بعضه على حته اللحمه الحلوه زي الفل. نجيب العيش بتاعنا. يلا يا غالي، في مخبز عرناصيه هاتي منه عيش. عايزه تعملي زي اخواننا في اسكندريه، تعملي الحواوشي بعجينه مفيش مشكله. ادي العيش البلدي. بقول لك على سر، نعم يا ست الكل، حاضر عينيا حاضر. تعرفوا ايه اللي بيضايقنا على الهوا؟ والله لما يقول لك يا شيف مغازي وقتك خلص، او الوقت يقرب يخلص، او ان احنا يعني انا ببقى عايز اطول يوم، اليوم بتاعي الحلقه بتاعتي ب10 ساعات. لا امل ولا اكل طول ما انا حضراتكم موجود على الشاشه في القناه الاولى والفضائيه المصريه، واقول من المعلومات ما يفيض به قلبي. سيبوني بقى طبعا ايه املى الرغيف كده، والشباب عايزين يطلعوا فاصل اهو. اتوصى، حاضر يا فندم. عايز رغيف مليان واقفلها كده. لا خالص اهو، تاني مع بعض اهو. رغيف الحواوشي الحلو ده كده اهو، واحط عليه اللقمه التانيه اهو، وبضغطه ايدي كده اهو، تاني اهو. يلا خلي الفرن اللي على الناصيه تشتغل وتلحق عليك. ربنا مبارك في الطاسه والحله اللي قدامي اللي فيها اللحمه المفرومه، تكفي العيله والعيله اهو كمان. يلا حبيت تطلعوا فاصل يا شباب، سيبونا عيش انا مع السجق وتركيه المغازف عمل الحواوشي سجق بلدي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. في المنيو بتاعنا النهارده بدأنا بشوربة الجزر، والشتا يحب الشوربة كوارع. شوربة الرز باللحمة، شوربة العدس بتاعتنا الجميلة، الاختراع المصري الجميل اللي بندرسه للعالم كله، مش علشان هو عدس، عشان ده من خير أرضنا. العدس المصري لا يعلى عليه، سواء العدس أبو جبة أو العدس الأصفر. نعمله شوربة، نعمله برجر، نعمله باللسان العصفور، نعمله كشري زي ما احنا عايزين. طبعا كل ده هنشوف التفاصيل دي ان شاء الله باذن الله تعالى الايام جايه. حلو الكلام. انا بعمل النهارده شوربه الجزر، نشوف مقاديرها على الشاشه. معايا جزر مسلوق مسبقا اختصارا للوقت، بصله وتومه بحشوحهم على النار مع معلقه سمنه. حلو الكلام اهو. شوربه الجزر دي مدرسه مختلفه اهو. بصلايه ناعمه، فص توم، الجزر مسلوق قطعته مكعب، كريمه لباني، كل ده مع بعضه اهو، وشويه زعتر حلوين محترمين اهو، وسنة كركم صغيرة نفس اللون بتاع الجزر ولكن قيمته الغذائية عالية جدا اهو. كل ده فين يا عم الشيف؟ في قلب الحلة. ايه السر هنا بقى؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب. حلو قوي. معايا بوكي جرنيه، انا واقف في المطبخ وقلبي حاطط في بطن بطيخة صيفي زي ما بقولوا، يعني مطمئن، لان معايا تيست، معايا فليفر، معايا جزر وكرفس وبصل وتوم وطماطم، ورق لورا وحبهان، في قلب الميه بيغلي، باخده كله مع بعضه كده اهو. خلصت الشوربه. يا ويلي، ايه الحلاوه دي؟ خلص الكلام. هو ده. ده المطبخ، عايزك في المطبخ كده تبقى عارفه انت بتعملي ايه. ونروق الدنيا عشان مخرجنا. مهم جدا تكوني عارفه احتياطاتك وترتيبك في المطبخ. طبعا انت معكيش مخرج ولا معاكي وقت، بس انت معاكي مملكتك المطبخ. فلازم تكون حتى في الاعتبار ما توقفيش في المطبخ كتير. عندك اسره، عندك ولادك، في اهتمام عائلي، فما تكونش اللي بيكلموك تقول لهم انا في المطبخ بعمل لكم اكل خالص. حله المحشي جاهزه، عايز اغرفها. نرفع كده الطبق ده كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي. طبق التقديم يا عم الشيف. كل مصر عايزه تتفرج على حله المحشي. ايه الحلاوه دي؟ نبص عليها كده. يا مسهل الحال يا رب، تعبنا عليك. ايوه مكان الطبق، شايفه يا فاروق مكان الطبق؟
شايف عروق كروم؟ نفتح كده شويه، بص كده من هنا، بص تدفع كام؟ تدفع كام اوريك الجمال ده؟ الصباع صباع. المفتيك حاضر، يعني قلبها. طب هي سخنه، عايز تولع في ايدي انا عارف. حلو تمام زي الفل. انا بضيع وقت عشان تبرد، وده اقول لك عايز اشوف المفتيك يا ربي. طيب تعالوا مع بعض نقلب الحله دي. ده عايز ايه؟ قوه. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد الحله دي كده، الطبق ده كده. اللهم صل على النبي، ادعوا لي. كل مصر بتدعي لي انا عارف، عشان بتحبوني. صل على الحبيب قلبك يطيب يا مؤمن. هو ده. سيبها تاخد راحتها خالص. خليها هنا. اشوقكم. اعمل زي الايه؟ اللي بيقدموا الشو، يجي على اخر لحظه ويعمل التركايه. الله الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ لا لا لا، موضوع كبير، موضوع له رساله حب. البصل المتكرمل بطعمه، فص التوم المستوي، البصلايه الحلوه، الطماطمايه اللي اتسبكت، القرن الفلفل الحار الحلو اللي هيعجب جوزك. الفص التوم ده عاجبني قوي، ده لوز يا اخوانا، ده لوز يا مزاجه اللوز. اعشق التوم المشوي في الفرن، ما بيعملش ريحه على فكره. والتوم اللي بيبقى في التفاصيل بتاعه حله المحشي ما بين الاصابع وبعضيها. في وقت قياسي استوت للامانه. بس لازم تمشي على الطريقه بتاعتي. الرز بيبقى نص سوا شويه مع الخلطه الحلوه. نشيل البصل ده كده ونجرنش بيه كده. تحط لها بقى نعناع، تحط لها ورده حلوه زي ما انت عايز. انا مطلوب مني حواوشي دلوقتي عشان كده بوسع الدنيا. الفرن فيه طاسه بتسخن، اللهم صل على النبي. عينيه، انا سايبك تدلعها، انا عارف هي اللي على الشاشه، هي البطل دلوقتي، ولا سائل فيا ولا سائل في حد تاني خالص. تعبانين عليها. نجيب الطاسه دي نحطها على النار. الله، يلا اهي. طبعا الوقت بتاعنا يسع بان احنا نعمل رغيف حواوشي اتنين تلاته. معانا طاسه على النار اهيت، تقدري تسويه في الفرن او انك انت تحطيه طاسه على النار وتشويه. بس انا اقول لك على تركايه حلوه دلوقتي تخلي العيش يستوي مع السجق في نفس الوقت. اللهم صل على النبي. والجزر خلاص جاهز معانا، الشوربه جاهزه. بص عليها كده اهي. اخر حاجه هنحط الكريمه اللباني. لا دي مش هتحط لها نشا خالص، كريمه اللباني كفيله في ان هي تدينا القوام بتاع الشوربه اللي احنا عايزينه. كل القصه ان احنا هنحط شويه كرفس بلدي في الاخر خالص عشان خضرها يبان في قلب الشوربه. بتحط كرفس، بتحط بقدونس على اي نوع من انواع الشوربه، تحطيه وقت التقديم. زي الفل. يعني نحط القرن الفلفل ده كده، ده جرنش للطبق بتاعنا. معانا الطماطم الحلوه دي كده، عايز الطبق ده عشان اللي اتصور معاه تبقى صوره حلوه. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد الطماطم دي كده. شفت الطبق بيتغير لونه ازاي؟ المخرج بيقول لي دلعني الحله دي. شوف بقى على السوشيال ميديا الستات الجميله الحلوه اللي بتعمل الاطباق، بتعمل حله المحشي، ده حاجه حلوه وبنعلم الناس، دي حاجه لطيفه. معانا بصل اخضر اهوت، يا سلام البصل الاخضر ده كده جنب حله المحشي. انا بعشق البصل الاخضر مع اي نوع محشي. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم، خليه مكانه كده. حلو، تعالوا مع بعض نغرف الشوربه بتاعتنا ونحط الكريمه اللباني. انا قلت لك يا استاذ رحاب الحلقه فيها شغل كتير. دايما بيسالوني قبل ما بطلع الهوا ايه خط سير العمل. في حلقه ما بتاخدش شغل كتير، وفي حلقه تاخد وقت كتير. تفاصيل، ثلاث دقايق زعلتيني. الشوربه ادي الكريمه اللباني،
بص على الكريمه اللبانيه وهي نازله مع الجزر. جزر يعني فيتامين سي. اه 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 ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه اتغيرت لونها على طول. نقلبها. يا ويلي يا ويلي، ايه اللون الحلو ده؟ لون كهرماني. اه نضربها في الخلاط اختياري، ممكن نضربها في الخلاط وممكن ما نضربهاش، بس انا من الناس للامانه والله العظيم مش علشان مفيش وقت، انتوا عارفين لما بتكلم الصدق، عايز لما اشرب شوربه الجزر الاقي في حاجه كده امضخها ما بين سناني والطعم يبان ان هو جزر، انما لما اشربها كده وهي لها القوام ده كده يعني مش مفيش مجهود هنا. خلي بالك الجزر طالما مسلوق وطري زي الفل. اه اهي اهي، جربي اعملها كده. اه اه ناخدها مع بعض كده ونغرف. اه الله، تعملي زي بقى، يا سلام لو عندك حته لحمه مفرومه وتكورها صغير كده زي داوود باشا وتحطها في الشوربه دي وهي بتغلي، تبقى شوربه الجزر باللحمه. يا سلام لو عندك فراخ مفرومه وتعملها كفته صغيره كده وتكورها صغير زي داوود باشا وتبقى شوربه الجزر بالدجاج، وهكذا. عندك شويه جمبري حلوين تحطهم في قلب الجزر ده كده وشوربه الجمبري بالجزر. حلو الكلام؟ اه دي مدرسه احنا بنقول لك عليها وانت حره. اه كده شوربه الجزر خلصانه زي الفل. اه طيب السر في حله المحشي يا اخوانا الدورق ده، عشان برضو يبقى كلها له دور، يعني الحاجات الصغيره دي تفرق معانا على فكره. نبدا الحواوشي بتاعنا. اه طاسه على النار فيها شويه زيت. ده انا مطمئن خلص وقتك تقول لي يا شيف خلصت القصه اللي انا عايز اوصلها للساده المشاهدين في عمل الحواوشي وصلت. ناخد الرغيف الحواوشي ده كده ننزل بيه اهو. اه حواوشي سجق بلدي. واسيبها على النار زي الفل. هعمل تركية صغيره كده، معلش سامحوني يعني دي مطلوبه. يا الله، معايا شويه ميه، بحط على الميه دي شويه ملح صغيرين، بحط عليه سنه بابريكا، شويه فلفل صغيرين، سنه كمون صغيره، وادوبهم كده. تاني عملت ايه يا شيف؟ اه ميه، والميه دي حطيت عليها شويه ملح، شويه بهارات حلوه كده. اه من وقت للتاني بعمل الحركه دي كده. آه. آه. اه على اللقمه كده. اه بايديا كده. اه اه زي الفل. ليه يا شيف؟ عشان اللقمه يبقى فيها روح شويه، عشان اللقمه يبقى فيها روح شويه، تاخد وقتها شويه. خلي بالك. اه نبدا من هنا كده. اه روح يعني ايه يا شيف؟ يعني ما تستويش معايا بسرعه. اه اه على السجق ما يستوي. اه واحد واقفه بتلعبي كده في المطبخ. اه زي الفل. نجهز طبق للحواوشي، نخلي دي هنا كده طبق التقديم. اللهم صل على النبي. نعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه عشان حبايبنا تاكل. نعم يا غالي. حاضر عينيا. عايز اشوف الرغيف الحواوشي بعد ما استوى نقطعه. حاضر يا غالي. لو عايز جبنه حط عادي، انا ما بحبوش بالجبنه بصراحه. حد ياكل حواوشي بالجبنه؟ بس الاطفال بيحبوه يعني، انا ما عنديش اعتراض على اي حاجه، بس انا عايز طعم السجق. ده استوى كده تمام، نحطه هنا في الطبق ده كده. وده استوى نحطه هنا كده. اللهم صل على النبي. نخلي الطبق ده كده هنا. حاضر يا باشا. مع بعض. وده هنا كمان استوى. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار هنا؟ نحط تاني. ركزي معايا بقى شويه. ده رغيف عيش بلدي، نحطه هنا كده. ده عيش تاني خالص. دي لقمة صغيرة نحطها هنا. نحط شوية زيت صغيرين. حاضر يا فندم. كده زي الفل. ونارك شديدة زي ما هي، فالنار معاكي شديدة ممكن تعمل لك مشكلة. تقومي تعملي إيه؟ تاني الفكرة التركاية بتاعت المغازل. وضعي قليل من الماء مبهر، كلمة مبهر تحتها خط، عشان المية لما تحطيها مية عادية هتفصل لك الطعم. فحط على المية دي شوية ملح صغيرين، شوية فلفل، شوية بابريكا، شوية بهارات عادية، وتبداي تنسبي كده اللقمه. نسبيها تناسيم
صباح التلاسيم. ونبدا نقلب. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتيره، فيها شغل كتير، ولكن بحب عملنا حله محشي كرومب، رساله حب لاسرتك وعائلتك وضيوفك وحبايبك. عملنا شوربه الجزر بالكريمه اللباني، لطيفه وجميله للاطفال الحلوين وكبار السن. وعملنا احلى رغيف حواوشي بالسجق البلدي، بيتكلم مصري، عملناه بعيش بلدي وبعيش شامي عشان اللي حابب، بألف هنا وشفا. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من مزبيرو. We'll be right back.